المنصب دي سيدي. وانت تلتزمون بآداب الجلسة والنظام. احنا ملتزمين. ما جاء ملتزم. ما جاء ملتزم. انت ما ملتزم. انت ما ملتزم. احنا رب الناس. شاكر. انت متهم. انت لا تفتح صوتك علي. شاكر مرحوم. انت متهم. انت متهم. انت متهم. شنو المتهم؟ انا كبرك. شاكر. 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 صلاتا سادة وعيون ذيبون بداك تصبح عداهم فالمواجه للأحد. الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد الطائي من مواليد 1945 في الموصل، هو أقوى ضابط عراقي شغل منصب وزير الدفاع في عهد المهيب الركن صدام حسين، ومنصب محافظ نينوى ومنصب رئيس هيئة أركان الجيش. كان من أهم القادة العسكريين، ساهم في الحروب التي خاضها العراق من خلال مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية. وقد خاض خلال الحرب الإيرانية العراقية 43 معركة ضد الفرس المجوس، لم يخسر معركة واحدة منها. وفيما بعد في حربي الخليج الأولى والثانية عين في منصب محافظا لمحافظة نينوى عام 1994، وفي عام 1995 عين في منصب رئيس هيئة أركان الجيش العراقي. في عام 1996 عين في منصب وزير الدفاع، عضو القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، خلفا للفريق أول الركن علي حسن المجيد. وكان معروفا بتواضعه الشديد مع جنوده، وكان من أكثر الوزراء نزاهة، حيث كان يمتلك منزلا متواضعا جدا. اعتقل في عام 2003 في شهر سبتمبر، واحتجزوه وتم تقديمه للمحاكمة بطريقة غدر، حين وعدوه بالتحقيق معه ثم يفرجوا عنه. ولكن القائد الأمريكي أخل بوعده وسلمه إلى جلاديه من رموز الحكم الإيراني المتمثل بنور المالكي وحاشيته. ثم حاولوا الأمريكان وأذنابهم أن يقنعوه أن ينضم إلى قوات الجيش العراقي الجديد لمقاتلة تنظيم القاعدة، وأن يكون تحت إمرة نور المالكي رئيس الوزراء السابق، وبالمقابل يفرج عنه ويتمتع بكامل حريته وبمنصب رفيع. المخططين لهذه العملية على العراق كانوا يتوقعون بحجم القطاعات اللي جابوها يقدرون يحققون غايتها، ولكنه رفض رفضا قاطعا ولم يسمح لنفسه أن يبيع مبادئه وشرفه العسكري وأن يكون تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي وتحت إمرة صبي إيران. وفي 23 من حزيران عام 2007 حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بسبب دعاوي كيدية في ارتكابه لجرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية خلال حملة الأنفال المزعومة. ولقد كان من المقرر إعدامه في 11 من أيلول عام 2007، ولكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه. وفي عام 2018 حاول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الحصول على عفو خاص عن سلطان هاشم، ولكنه فشل بذلك. وتوفي سلطان هاشم في 19 من يونيو عام 2020 بعد تعرضه لجلطة قلبية في سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار بسبب سوء المعاملة من قبل سجانيه، فنقل للمستشفى وتوفي في الطريق. لا خير في دولة تزج خيرة قاداتها من الذين دافعوا عن أرض العراق وسمائه لسنين طويلة ضد أمريكا والفرس المجوس في غياهب السجون، وبالمقابل ينعم بالحرية الذي خان الوطن وقتل الشعب. رحم الله الفريق سلطان هاشم ورفاقه الأبطال.